يا رويدة، يمكن أول خبر عشاق تشارلي شابلن يحتفلون بذكرى ميلاده 128. نعم، ارتدى المئات من عشاق تشارلي شابلن زي شخصية المشرد الشهيرة ترامب التي كان يمثلها، واحتشدوا أمام منزل نجم أفلام السينما الصامتة في سويسرا للاحتفال بذكرى مولده 128. وقال متحف شابلن العالمي الذي تم افتتاحه قبل عام إن 662 شخص اعتمروا قبعة شابلن المميزة وأمسكوا بعصا شبيهة بعصاه واجتمعوا على الأحد في قصر مانوار توبان في كوريسي سور فيفي على ضفاف بحيرة جنيف. مانوار توبان كان مسكن النجم شارلي شابلن حيث عاش السنوات 25 الأخيرة من عمره يربي أبنائه ويؤلف الموسيقى ويكتب سيناريوهات الأفلام، متذكر إرثه الفني بعيدا عن وهج أضواء هوليوود قبل أن يتوفى في العام 1977. يعني من يتذكر تشارلي شابلن مقاطعه الجميلة والمضحكة عنده عشاق على المستوى العالمي، يعني بالتأكيد من زمن بدري، يعني من زمن بعيد.